وصلت مؤسسة حياة كريمة لليوم التاسع على التوالي إطلاق مبادرة توفير اللحوم المجمدة والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين في محافظة بني سويف. كما وصلت المبادرة أعمالها من داخل مدينة بني سويف، حيث توفر مؤسسة حياة كريمة اللحوم من خلال المنفذ بسعر 185 جنيه للكيلو من اللحوم المجمدة و90 جنيها للدواجن. احنا النهارده موجودين في محافظه بني سويف لليوم التاسع على التوالي لمبادره بيع اللحوم باسعار مخفضه. احنا معانا كيلو، سعر كيلو اللحمه 185 جنيه، في اقبال شديد جدا من المواطنين. احنا النهارده متواجدين في محافظه بني سويف، معانا اربع عربيات في ثلاث مراكز والمدينه هنا. مبادره جميله جدا وبتريح الشعب كله، ويمكن بتضرب الاسواق وبتضرب الجزارين، لان الجزارين رافعين اسعار جامده جدا، فدي حاجه عظيمه جدا، وربنا يبارك فيهم ان شاء الله باذن الله تعالى.